محمد ومحمود من بطاطيخ.com وبطاطيخ الخاء 5. طيب شباب خلينا نبلش، كيف طلعت معكم فكرة؟ أول شيء شو بتعمل بطاطيخ؟ صباح الخير، محمود الحموي من بطاطيخ. بطاطيخ احنا بلشنا تقريبا قبل سنة ونص. بطاطيخ بيعمل كل شيء بالبطيخ، شيء قريب من اللي احنا اللي بنعرفه، أكلاتنا اللي بنعرفها العربية أو حتى الغربية بس بالبطيخ. عنا بيتزا بطيخ، عنا الكباب بالبطيخ، عنا تشيز ستيك، فروت ستيك، عنا بدل الفرنش فرايز بتقدر تاكلي بطيخ مع دب، بنانا دب، سموذي بطيخ، أشياء زي هيك. طب كيف طلعت فكرة بطاطيخ وليش بطيخ مش شمام أو تفاح؟ أوكي، كيف طلعت فكرة بطاطيخ؟ بالبداية إحنا لما بدينا في عمان زي بازار كل جمعة بيصير، هذا في الصيف، فبدينا بس نقدم البطيخ نقطعه أوكي ونقدمه بارد، فصفنا فيه صفن فينا، فقلنا خلينا نسوي فكرة جديدة أوكي، فبدينا بس بدينا بالسموذي. بعد ما بدينا السموذي بدأت أفكار لحالها تيجي، يعني بس بدينا إشي وبعدين لحالها الفكرة بدأت تيجي. ليش اخترنا البطيخ؟ في الأردن معروف إنه البطيخ هو إشي موجود في الصيف، من برا أخضر ومن جوا أحمر وفيه إشي أسود وكتير معروف، كل الحزازير عليه، كل النكت عليه، فإحنا قلنا خلينا نستفيد من هذا الإشي ونحاول إنه نسوي منه إشي يعني تراديشنال للأردن، فبدينا هيك بدينا في فكرة البطيخ وهيك كانت البداية. وبنعرف إنه ما عندكم محل، يعني بتبيعوا بسوق جارة وبنفس الوقت you're an online store، مش هيك؟ صح. ليش قررتوا تروحوا online قبل ما تفتحوا محل لبطاطيخ؟ هلا صراحة إحنا هلا مثل ما بتعرفي أكيد بعصر التكنولوجيا كل يعني أسرع طريقة تتواصلي مع الناس إنه online. صفحتنا على الفيسبوك هي أهم إشي عنا، وأكيد بعدها بيجي الويب سايت تبعنا. عنا على الفيسبوك تقريبا الحمد لله 33,000 فانز بسنة ونص. الويب سايت تبعنا كمان الحمد لله عليه تراك كتير منيح. أسهل طريقة زي ما حكيت لك تتواصلي مع الناس، توصلي إلى كل الناس اللي هي الإنترنت. مظبوط. طيب شو كان أكثر الصعوبات أو التحديات اللي واجهتوها بالبداية وكيف تخطيتوها؟ هلا الصعوبات يمكن انه احنا بلشنا اعتمدنا على حالنا، احنا كنا طلاب جامعه لما بلشنا السنه الماضيه، بلشنا بزنس خاص فينا ببادجت كثير صغير، كانت هي شوي صعبه اولها، بعدين الحمد لله يعني تخطيناها. شغله ثانيه انه البطيخ بدك شيء كثير يعني يكون الكواليتي كثير تبعه عشان انت عم تعمل شيء يكون هيك انه مميز. من الشغلات كمان انه البطيخ بيخلص بالصيف، هي كمان ما لسه بدي اسالك شو بتعملوا بالشتاء، من وين بتجيبوا بطيخ؟ اوكي للشتاء بيحكي لك. اوكي هلا احنا في الشتاء الفكره اللي عفوا بس كنت اضيف شغله على حكاها زميلي، احنا ما قبلناش نفتح محل، كان فرصه المحل موجوده بس احنا قلنا الفكره جديده، اذا فتحنا محل حنقتل الفكره، فقلنا اوكي لا ما نخلي الفكره جديده وحنفتكر يعني نسوي لها شيء جديد لان الفكره كلها جديده. ففي الصيف الماضي كنا احنا لسه جامعات، اول صيف كان لنا، فما كنا فاضيين في الشتاء نسوي شيء، لكن ان شاء الله هذا الشتاء قررنا انه احنا ان شاء الله بطاطيخ انه مش حنلزم البطيخ فينا في عمان بس، حنكون احنا موجود في المناطق اللي فيها صيف في العالم ان شاء الله، حيكون احنا بطاطيخ تيم موجود هناك، وان شاء الله كل منطقه حيكون فيها صيف لما يكون عندنا شتاء احنا نكون موجودين هناك اوكي. فهي هاي ان شاء الله مفاجاتنا لهذا الصيف والصيف اللي جاي والشتاء اللي جاي ان شاء الله. طب احنا هون طبعا موجودين اليوم لنحتفل بالرياده وبالرواد الشباب بالاخص مثلكم، ايش في هيك نصيحه بتحبوا تعطوها للشباب اللي مثلكم اللي عندهم افكار وحابين يعني يمشوا فيها؟ اهم 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 فكره عشان تبدا، ابدا من غير ما تفكر، يعني حط بلان بس لا تضلك تكبر البلان اوكي. مان عندك شيء ابدا فيه وتوكل على الله، اذا بديت خلاص اوكي انت وصلت، المهم تبدا يعني اعزم وتوكل خلاص انه اوكي جو مان اوكي. وطبعا في البوث تبع بطاطيخ موجود بالاخر مش هيك؟ بيقدروا يزوروكم على الساين، تبعوا على الساين مكتوب بطاطيخ، بس تبعوا على الساين ودوقوا السموذي تاعنا اوكي. واحنا موجودين هناك على الكورنر، حتشوفوا شيء اخضر هيك بلمع، احنا موجودين هناك اوكي. فاذا بطاطيخ شباب بطاطيخ دوت كوم موجودين معنا وموجود البوث تبعهم هون اللي بده يزورهم. جود لك شباب وشوفكم. ثانك يو، شكرا شكرا كثير لكم، مستناكم.